نعطيك واحد الميسلي ديال الشكلاط ديال الاطفال واخا عوض الكونفليكس من الاحسن ديروا لنا هذا ديال الدار. عندنا فيه كاس ديال الشوف ديال الخرطان او شوفان ما عرفتش خرطان شوفان اي كاس ديال الكوك. عندنا كاس ديال اللوز يكون مهرمش شويه غليظ و 50 غرام ديال الزبيب. كاس اللوز بالقشور ديالو ياك كامل مهرمش اي رقيق غنشدو نهرشو شويه غليظ يبقى شويه غليظ ماشي مشكل المهم ماشي نديرو بحال الغبره لان كلشي خصو يبقى عندنا نحسو به منين بداو ناكلو فيه. عندنا 50 غرام ديال الزبيب وجوج معالق كبار ديال زريعة الكتان و 100 غرام ديال الشكلاط اسود يكون مقطع. وعندنا 3 معالق كبار ديال الزيت، جوج معالق كبار ديال العسل او اكثر، انا كان ما كنحيد فيه الشكلاط من الاحسن كندير جوج معالق كبار، ونص كاس تقريبا ديال الحليب واحد 5 سنتيمتر. نعاود المقادير. ايه تفضلي. عندنا كاس ديال الشوفان، كاس ديال الكوك، كاس ديال اللوز يكون مهرمش غليظ، 50 غرام ديال الزبيب، جوج معالق كبار ديال زريعة الكتان، و 100 غرام ديال الشكلاط اسود يكون مقطع، 3 معالق كبار ديال الزيت، جوج معالق كبار ديال العسل او اكثر حسب الذوق، ونص كاس تقريبا ديال الحليب. اول حاجه غادي نسخنوا الفران على 170 درجه تقريبا، ما يكونش سخون بزاف، وعلى نار مهيله غادي نذوبوا العسل والحليب والزيت، وغنخليوه على جنب، وغنشدو واحد الزلافه ونخلطو فيها دوك المقادير كلها اللي عندنا من غير الشكلاط، غنخلطو فيها الشوفان الكوك اللوز والزبيب وزريعة الكتان، وغادي نضيفو عليها هاد سميتو هاد الحليب اللي ذوبنا مع العسل، وغادي نخلطو كلشي حتى غادي كلشي غادي يتلبس بهداك بهاد الليكيد، وغادي نحطوهم في واحد اللاطه اللي غتكون مغطينا مغطيناها بورق ديال الطهي وندخلوها للفران بحال اللي كنحمروا هذا الشيء كامل. وكل 5 دقائق نحاولوا نحركوا لان مع ذاك العسل يقدر يتحرق لنا، نبقاو نخرجوا نحركوا حنا كنحمروا حتى غادي يتحمر لنا كل شيء بانسجام، يبان لنا كل شيء تحمر مقاد، ومن بعد كنخرجوهم نخليو اي واحد شويه كيدفى نديرهم في واحد الزلافه ونخليهم يدفوا واحد شويه، وكنزيدوا عليهم 50 غرام ديال الشكلاط. هذاك الشكلاط من غادي نزيدوه راه كيذوب كيذوب وكيغطي لينا هاد الشوفان وهادشي كامل كيتغطانا بهاداك الشكلاط. اييه داكوغ. ملي غادي نشدو نخليو حتى كيبرد تماما وكنزيدو ليه 50 غرام ديال الشكلاط اللي باقيه كيكون مقطعين طريفات، وملي كيبردو كنديرهم في واحد بواطا ولا شي حاجه تكون مسدوده مزيان. دابا هو داك الخليط معاك كيكون باقي دافي مع داك الشكلاط، صافي داك الشكلاط كيذوب فيه ياك؟ الاول 50 غرام الاولى كيذوب تماما وكيوليو هادوك الحبيبات كلشي عندنا مع محمرين وكيتغطاو كلهم بهداك الشوكولا، كيولي اللون ديالهم كحل. وهذيك 50 غرام من الاخر كنخليوها تبقى صينه باش كيبقاو ياكلوها الوليدات كتبان لهم الشوكولا هكا كثر. يعني وهذا الاقتراح ممكن نديروه مع الحليب هكا دافي ولا نديروه مع سميتو ياغورت، كنديروه مع الريب الا صوبناه في الدار، كنقدموها هكاك مع الحليب بوحدو، اي حاجه تقدم معاك تجي زوينه. الله يعطيك الصحه. وخصوصا الشوكولا طريفات كيبقى من الفوق من الاخر اللي كنزيدو ملي كيكون برد كل شيء كيبانو طريفات الشوكولا زوينين. تبارك الله عليك في دواء.